بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده يا شباب ان شاء الله عن اول اختبار من اختبارات الكليه الحربيه هو اختبار السمات، والاختبار بيكون في نفس اليوم اللي انت بتسحب فيه الملف. بيكون الاختبار سهل وكل الطلبه بتنجح فيه. الاختبار بيكون عباره عن 50 سؤال في حوالي 10 دقائق. كل اللي بيكون مطلوب منك اللي انت بيكون معاك البطاقه ومعاك رقم القيد ومعاك القلب. والبطاقه مهمه عشان كل الطلبه ما ينفعش تدخل الكليه الحربيه او اي كليه من الكليات العسكريه الا بالبطاقه. اول لما بتبتدي الاختبار السمات بتركز في الاسئله، والاسئله هتظهر قدامك دلوقتي على الشاشه. كل اللي مطلوب منك ان انت تفهم الاسئله وتركز فيها وتحفظها، وان شاء الله الاسئله دي هي اللي هتجيلك في الاختبار، وما فيش اي اسئله بتكون خارج عن الاسئله دي. فاول سؤال هيجيلك اول سؤال في عهد مجلس اساسا مجلس الشورى، الاجابه بتكون في عهد الرئيس الراحل انور السادات عام 1979. تاني سؤال، كم عدد الدول العربيه في افريقيا؟ الاجابه بتكون 10 دول. ثالث سؤال، ما هو اكبر محيطات العالم؟ الاجابه بتكون المحيط الهادي. السؤال الرابع، الملك احمس من اي اسره؟ الاجابه بتكون من الاسره 14. رقم 5، كم عدد دول حوض النيل؟ الاجابه بتكون 10 دول. رقم 6، في اي يوم تم تحرير سيناء بالكامل؟ والإجابة تكون 25 أبريل عام 1982 ميلادية. رقم 7، متى تم توقيع اتفاقية السلام كامب ديفيد؟ والإجابة تكون 17 سبتمبر عام 1977. رقم 8، ما هو المضيق الذي يصل آسيا وأفريقيا؟ والإجابة تكون مضيق جبل طارق. رقم 9، ما هي المحيط يتصل بالبحر المتوسط؟ والإجابة تكون بالمحيط الأطلنطي. رقم 10، كم يبلغ طول نهر النيل في مصر؟ والإجابة تكون 1536 متر. رقم 11، ما هي المدينة التي تقع في قارتين؟ والمدينة هي بتكون اسطنبول. رقم 12، شرب السجائر تسبب بأضرار كبيرة على جسم الإنسان، وهذا بسبب، الإجابة تكون القطران والنيكوتين. رقم 13، من هو مكتشف رأس الرادار الصالح؟ والإجابة تكون هو فاسكو دي جاما. رقم 16، مساحة سيناء بالنسبة لمصر؟ الإجابة تكون حوالي 6% من مساحة مصر. رقم 17، أول دولة احتفلت بعيد العمال؟ والإجابة تكون هي دولة الولايات المتحدة الأمريكية. رقم 18، دولة من دول حوض النيل؟ الإجابة تكون دولة كينيا. رقم 18، أول من استخدمت الكدية؟ والإجابة تكون هو المصريين القدماء. رقم 19، أول دولة عربية حكمت بالنظام الجمهوري؟ والدولة تكون لبنان. رقم 19، أول هي نفس الدولة اللي هي لبنان. رقم 20، أول دولة عربية يكتشف فيها البترول؟ وبتكون مصر الإجابة. رقم 21، ما هي عملة الجزائر؟ والإجابة بتكون الدينار. رقم 22، ما هي عاصمة قبرص؟ والإجابة بتكون نيوكاسيا. رقم 23، آخر ملك لمصر من سلالة محمد علي باشا؟ والإجابة بتكون الملك فاروق. رقم 24، متى رجعت مصر للطابة؟ اللي هو متى تم ارجاع مصر للطابة؟ والإجابة بتكون عام 1988. رقم 25، كم عدد الواحات الرئيسية في الصحراء الغربية لمصر؟ والإجابة بتكون 7 واحات. رقم 26، أين تقع بحيرة التمساح؟ والإجابة بتكون غرب الإسماعيلية. رقم 27، كم يمثل الديسيمتر بالمتر؟ والإجابة بتكون 1.1 متر. رقم 28، أول سفينة دارت حول الكرة الأرضية؟ والإجابة تكون في التوني. رقم 29، الهكتار هي وحدة قياس المساحة؟ والإجابة هي المساحة. رقم 30، الريجستالية ما هي؟ وهي الإجابة تكون نظام. رقم 31، كم في ثانية في ثانية؟ الإجابة تكون جزء من مليون مليار. رقم 32، تعتبر دولة اسكندنافية؟ الإجابة تكون النرويج. رقم 33، تعد صحيفة الوقائع المصرية أول صحيفة عربية في عهد من تم إنشاء هذه الصحيفة؟ الإجابة تكون في عهد محمد علي باشا. رقم 34، يعد الطفل نحيفا إذا قل وزنه عن الوزن المثالي بنسبة 30% من وزنه؟ دي الإجابة. ونتيجة الاختبار بتظهر بعد 7 أيام أو 3 أيام، وبيتم وصول رسالة للطالب مكتوب فيها نجاحك في اختبار السمات والقدرات. ويكون مكتوب في الرسالة تحديد لميعاد الكشف الطبي والعنوان، ولازم كل طالب التزام بالميعاد، لأن لو الطلبة ما التزمتش بالميعاد اللي بيكون مطالب بها فهو بيستبعد من الكلية وما بينجحش في أي اختبار، وما عادش بينفع إن هو يتقدم في اختبارات الله السنة الجاية إن شاء الله. ولو الرسالة ما وصلتلكش بعد 10 أيام أو 7 أيام، فأنت بتتصل على
البريد الصوتي اللي هو 16683، البريد الصوتي 16683 دي لو الرسالة ما تتفكش. وكده يكون اختبار السمات خلص، وإن شاء الله يكون استفدت من الاختبار. وانتظرنا في الاختبار الثاني اللي هو بعد اختبار السمات، الاختبار الطبي.